دكتورة تمارا، إلى أين تسير الأمور من هنا باعتقادك؟ هل من متغيرات قد تحدث حتى لو كانت يعني مفاجئة، خاصة وأنه إسرائيل بحسب المونيتور يعني يكشف وثائق إسرائيلية مسربة حول مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب، وهذه الحرب النفسية التي تخوضها إسرائيل، سياستها الخاصة فيها وكأنها توحي بالنصر لصالحها منذ الآن. صحيح، هي تتبع استخدام ليس فقط القوة الميدانية أو العسكرية، وإنما دي من سياق الميدان. هناك الحرب البروباغندا الإعلامية والحرب النفسية، هي تريد أن تحبط الشعب الفلسطيني بأن تم بالفعل قضاء على المقاومة، ونحن الآن نعمل عملية تشكيل واقع إداري آخر، لكن كل ذلك في الحرب، في سياق الحرب الإعلامية والحرب النفسية. فيما يتعلق أن إسرائيل ماذا سوف يحدث بعد هذه الفترات، إسرائيل أو التحديد نتنياهو، الآن نتنياهو في مأزق، مأزق سواء كان بوقف إطلاق النار أو بعملية إنهاء إطلاق النار لأكثر من نقطة. نتنياهو لديه 6 ملفات فساد، وسوف يتم محاكمته، قد يكون قبل الحرب أو بعد الحرب. هناك قضية أصعب من هذه قضايا الفساد، وهي ملف التحقيق بمن فشل ولماذا فشلت إسرائيل من خلال وجود عملية طوفان الأقصى. لذلك نتنياهو يعلم تماما أن هناك ملف تحقيق كبير سوف يحاكم عليه في هذا السياق، فيعلم تماما أن وقف إطلاق النار هذا يعني سوف يتم التحقيق في هذا السياق، هذا يعني سوف يذهب إلى السجن، هذا يعني سوف ينتهي واقعها السياسي، هذا يعني أن انتهاء كل ملف وكل حياته السياسية وانتهاء حكومته الحالية. لذلك هو يستمر في إطالة الحرب ويستغل الوقت من أجل مصالحه قبل إنقاذ الأمن القومي الإسرائيلي، وحتى على مستوى حكومته الحالية بدأت الآن انقسامات داخلية بسبب يعني نتنياهو، وبسبب أيضا أن أصبحت هناك تم تقديم يوم أمس إدخال الوقود لقطاع غزة، طبعا بعض الوقود وليس كل الوقود، نظرا الوقود الذي دخل لا يفي بالاحتياجات الإنسانية، لكن يوم أمس كان هناك انقسامات داخلية. بن غفير وسموتريتش الذي هم أعضاء بالحكومة الائتلافية رفضوا إدخال الوقود، رغم أن نتنياهو وافق بالشراكة مع جانتس وجالنت حتى يتم إعطاء الوقود للمنظمات الدولية وبالتحديد الأونروا، لكن هذا الأمر سوف يوشي بأن يكون هناك انقسامات داخلية بين بن غفير وسموتريتش، وقد ينسحبون من هذه. هذا يعني انتهاء نتنياهو وانتهاء حكومته الحالية.